معنا أيضا عبد الله من الخرج، تفضل يا أخي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. لا بسأل عن الزكاة، عندي أرض جات منحة ولها 5 سنين وما زكيت عليها، هل عليها زكاة ولا؟ أنت ناويها ليش؟ ناوي أبغى تزيد، يعني بعد فترة تزيد سعرها مثلا وأبيعها كذا. عرضها للبيع؟ أيوه، إذا بعد سعرها بعد زيادة الـ يعني الـ ما دمت ملكتها، ونويتها للبيع فإن فيها الزكاة كل سنة، تثمنها إذا تم عليها سنة تثمنها بسعرها الحاضر وتزكيها، تخرج ربع العشر. من يوم ملكتها أول سنة يعني؟ من يوم نويت بيعها. أين؟ وكم طيب يصير مثلا على حسب القيمة مثلا؟ حسب القيمة اللي تساويها في الوقت، والواجب المقدار ربع العشر. شكرا. طيب من يقيمها؟ طيب. أنت أو تسأل مكتب العقارات. أيوة طيب شكرا. طيب.